أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا فيكم في الجزء الثاني من محاضرة اليوم اللي هي تابع شرح الموازنة التشغيلية. شرحنا مع بعض موازنة الأجور، شرحنا مع بعض موازنة التكاليف الإنتاجية غير المباشرة المتغيرة، توقفنا عند موازنة تكاليف الإنتاج غير المباشرة الثابتة. الآن الأخت اللي هتفهم معانا إن شاء الله الثابتة هتفهم باقي شرح الشابتر، لأنه كله نفس الكلام. هتفهم الإدارية والتسويقية لأنها نفس إيش الفكرة بالنسبة للتكاليف الثابتة. أوكي. مين عنده نقطة؟ مش كل حاجة علي. يلا يا مين عنده نقطة؟ عندكوش؟ خلص النقط. ماشي، بدي اخذ الحضور يا اخوات. البنات اسمها يا ريت تحكي نعم عشان اتاكد انها قاعده على المحاضره في المطبخ، مش فاتحه المحاضره وطلعت تتسوق. بهي بسيسو. موجوده. داليا موجوده؟ داليا ابو عبدو. يا مسمعك. دنيا النعسان. نعم تمام يا هلا، بتحل المشكلة هذه قبله. هديل أبو جراد. نعم الله ينعم عليك. ميس هاني حمدونة موجودة. أهلا وسهلا يا ميس. سجل جد، سجل أبو جبل وسجل جبل الجدبة. نعم. مين اللي قال نعم؟ أوكي تمام. سجل أبو جبل. أهلا وسهلا. إلهام وحنان رضوان. موجودين يا ميس. أوكي. ديانا وروان البطة موجودة يا مس. أوكي ديان، ديان عفوا. نعم موجودة. في حدا ما سمعش اسمه؟ أنا منى. واحد اثنين. سجلته شايفاكي. أوكي سؤال موجه لديانا. ليش سموك ديانا؟ سألت الأهل ليش سموك ديانا؟ ديانا سألت الأهل ليش سموك ديانا؟ لا ليش؟ لا سأليهم يعني. أنا أظن أيام من ولدت، ما هو أيام من ولدت كان إلها أميرة بريطانيا الأميرة ديانا ميتة. يعني أنت مواليد 98؟ مواليد 98 أنا. صحيح، هي توفت في 98. يوم ما توفت كان عندي أنا وصحباتي امتحان لغة إنجليزية متطلب جامعة، وكنا نعلقوا حدادا عليها بس ما تعلقش من أجل الامتحان عشان هي ماتت. خسارة. طبعا هي سيدة جميلة جدا، بس خلاص ما كانش لها بخت في الحياة. يعني كان نشوف قديش مستوى جمالها الراقي والعالي والنعومة، وكان زوجها ببصبص، كان خائن. شايفة والله يا دكتورة، لما تشوف قصتها تقول سبحان الله كيف ساب هذا الجمال وقاعد بتطلع حاجة تانية. عن جد ما لهم مش حال. في لا مؤاخذة بيحبوا الرام راما، عارفين شو معنى الرام راما؟ يرام. ايوه هم بيحبوا هو بخلص يعني كثير. هذا بصير للأسف، بتكون زوجته ملكة جمال وقاعد ببصبص، ولا بروح بتزوج واحدة تانية بتتفاجأ يعني. والله في حد بعرفه متجوز روسية، راح يتزوج واحدة تانية بتشتغل معاه. طب يعني هي روسية حلوة، انت هيك بتزيم البنات البلد على فكرة. يعني الروسية يا دكتور، الروسية الجمال كله. طب يمكن هو مش مرتاح معها، ولا يمكن اخذ الجنسيه.
هو أخذ الجنسية بس مش مرتاح معها. والله ها في منهم يعني بنات حلال، أنا بعرف في وسيات بيعرفوا يسووا مفتوش، تطيب خلص اندمجوا وبلبسوا نفس اللبس وبيحكوا نفس الكلام وبسأ خلص عاش وبصوموا في رمضان وكله قصة يعني. والله يا دكتورة أجلت خلص فرح بعد رمضان، كان المفروض امبارح، راح قالوا لنا تسكير جمعة وسبت، رحنا قدمنا الخميس راحوا سكروا لنا الخميس. ايش البخت هذا؟ ماشي لعله خير، لعله خير ان شاء الله، بعد رمضان ان شاء الله تكون الامور صارت افضل وفتحوا صاله ولا حاجه. ان شاء الله. ان شاء الله. نرجع للمحاضره. حكينا عن تكاليف الانتاج غير المباشره او الصناعيه غير المباشره المتغيره. هناخد الان الثابت، قلنا ما يقال على تكاليف الانتاج غير المباشره الصناعية يقال على تكاليف التسويق أو موازنة التسويق وموازنة الموازنة الإدارية. الثابتة بس. تفضلي اقرأي لنا ميس. ميس حمدونة. نعم يا ميس. تفضلي اقرأي يا ميس. أبصرش كاتبين. تكاليف الإنتاج الغير مباشرة الثابتة يجب أن تظهر في الموازنة موزعة بالتساوي على أشهر الدورة المالية من جهة ومبرومة إلى تبويب التكلفة الثابتة مبوبة إلى تبويب التكلفة الثابتة نقدية ودفترية من جهة أخرى. تمام. إذا تعلمنا مع بعض من هذا السلايد إنه التكاليف الثابتة سواء كان تكاليف الإنتاج أو تكاليف، خذي بالك تكاليف إنتاج مش موازنة إنتاج، بيختلف الوضع. تكاليف إنتاج أو تكاليف تسويق أو تكاليف إدارية ثابتة كلها تصنف نفس الصنف نقدية ودفترية. نقدية ودفترية بذكرنا بنقطة الإغلاق لما شرحنا في الفصل الثالث نقطة الإغلاق، قلنا هي التكاليف الثابتة النقدية، قلنا التكاليف الثابتة النقدية جميع التكاليف الثابتة ما عدا الإهلاك بيتم إيش استثناءه لأنه عنده خلاف. أوكي، هاي عندنا إكزامبل، شكله مش حلو الإكزامبل. الإكزامبل 48 و49 بدي أنا أركبه بشكل معين، هذا شيء ثاني. نيجي على ملف الشرح نكتب فيه السؤال بشكل مرتب. اوكي سلايد قديش قلنا؟ 48 49 مش فاكر 49 مش فاكر اني قلت 50 انا، اذا هذا 47 حيكون. اوكي اكزامبل سؤال نحفظ في الشرح. سؤال، طبعا خذي بالك إذا كان المعدل المعياري لتحميل بنود التكاليف الإنتاج 4 ماشي، هذا اللي أنا حليته قبل شوي، هذا السؤال أنا حليته قبل شوي. المعدل بس ما نكتب معلومة، المعدل أو بلاش مش هتيجي أصلا، هتيجي المعلومة هنا، هتيجي هنا المعلومة، هتيجي هنا المتغيرة عشان ما ندخل ما نصيرش لبس. التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغير تساوي، مش تساوي القانون، لا، المعدل المعياري اللي هو بين قوسين المخطط أو المقدر. إذا كلمة معياري معناها مخطط أو إيش أو مقدر، تساوي التكلفة المعيارية ماشي المتغيرة الوحدة. هذا مصطلح، نفس المصطلح. اوكي اذا لو قال تكاليف صناعيه غير مباشره متغيره او قال معدل معياري او راح قال تكلفه معياري متغيره الوحده، كلهم نفس الكلمه، كلهم نفس ايش الكلمه. اوكي احنا بدنا بس التكاليف الثابته من السؤال. فينا اخذنا مطبعي، اخذنا مطبعي بتعرف شنو نعرف شنو نقرا نشوف مع بعض. هاي السؤال، اذا كانت نحطه في جدول او من الجدول بدنا صندوق نحطه في صندوق هذا. اوكي بشوي مش هالقد يعني، هما كلهم رقمين حنعمل منهم حل. إذا كانت التكاليف الثابتة طبعا عارفة الرموز تساوي 60,000 دولار، طيب الإهلاك قديش؟ 18,000 دولار. طيب طبعا يا أخوات بالنسبة للساعات المعيارية ماشي، هذه التكاليف المتغيره مش للثابته، هذه هيا فوق انحلت، هذه خلصناها كتبناها يعني ماشي. طيب
بالنسبة لموازنة الإنتاج اللي جاية في 49 برضه مش معانا، عشان كده أشيل هذه. بس هم هذول السؤالين اللي حملهم السؤال بس. أوكي؟ في حاجة ناقصة في السؤال. الفترة الزمنية نون، رمز الفترة الزمنية نون 4 أشهر بس. هاي سؤال موازنة التكاليف الصناعية غير مباشرة تب. من هذه من هدول الأرقام 2 بس اللي هم تكاليف تب، ولهلاك بدنا نجيب الحل الموازنة. رح نكتب هنا موازنة التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة. طيب برضو بدنا جدول، بس هنرسم جدول لحالنا. 4 أعمدة، 5 صناديق، 5 صفوف عفوا. أول حاجة نون، إيش نون؟ الزمن مكتوبة قدامك نون، ماشي. بعد كده تكاليف عفوا ثابتة نقدية، هيها. بعدين تكاليف ثابتة دفترية اللي هي سيد هلاك، ماشي. بعدين التوتال، إذا كان التوتال صح معناها كل شغلك صح، إذا كان التوتال فيه اختراعات معناها لا سمح الله فيه حاجة غلط. التوتال، في كمان توتال تحت، في هنا توتال، نخلي التوتال هذه بالأحمر، بالأحمر بس. إذا أول حاجة عملناها رتبنا، هذا بنسميه خوات ترصيد، رتبنا الجدول بنرصد فيه. أوكي، نعب الجدول. قال لي الفترة الزمنية 4 أشهر، إذن 1 2 3 4 هو اللي قال. طب من وين نجيب التكاليف الثابتة النقدية والدفترية؟ شوف مع بعض. هنا التكاليف الثابتة 60,000 دولار، ماشي. حتنقسم قسمين زي ما هو أمامك في الجدول، نقدي. لحظة نجيب له سهم، هاي سهمه، أيوه، ودفتري، هاي سهم الدفتري. وأنا هنزل كل الحل تحت لأنه إيش، الصفحة خلصت فهتغلب. طيب بس ننزل تحت، مش مشكلة، لما أجي أنزلكوا إياه على الموديل بظبطه، مهم نفهم. أوكي، الآن كل اللي عملناه جبنا 60,000 اللي هي تكاليف ثابتة، قسمناها لنقضي ودفتري. طيب نستخدم خيطة دهنية، آمين. هنا هذا الشكل اللي هو النقدي، قديش النقدي في السؤال كان بيقول لك؟ مش كاتب، كاتب الدفتري. طيب سكر الباب بقوة التمست عشان ما اكسف الشرح، خلاص عندي محاضرة. شو مع بعض النقدي؟ الدفتري، الدفتري اللي هو الإهلاك. طب ليش الدفتري؟ لأن هو معطيني معلومة عن الدفتر، مش معطيني معلومة عن النقدي. أنا هجيب النقدي من الدفتر، ماشي. نستخدم لون، الإهلاك، ماشي. قديش في السؤال رقم الإهلاك؟ قديش في السؤال رقم الإهلاك؟ الدفتر 18,000. ضل النقد 72,000. الآن عندنا 60,000، ماشي. منهم 18,000 إهلاك، بضل 42,000 نقدي، 42,000. أوكي، 42,000 بضل 2,000. شايفين يا اخوات 42,000، بدي اعملها لون ثاني بس.
طيب هذه كأرقام. الآن كيف كنسب؟ يعني قديش نسبة الإهلاك من التكاليف الثابتة؟ هتقولي 18,000 تقسيم، هاي عملت لي 60، عفوا 60 بتساوي قديش كنسبة؟ 300. 3 أنت نسبة 30%. 30% هذه النسبة. تمام. طيب لما يكون 30% من تكاليف الثابتة، نطول هذا شوي، إيش؟ إهلاك بالمخ قديش هيكون نقدي؟ 70%. 70% عادة بيكون النقدي أكثر من الدفتر، عادة بيكون النقدي أكثر من الدفتر. أوكي؟ الآن عندنا تكاليف الثابتة 60,000، منها 70% نقدي و 30% دفتر. أوكي. الآن 42,000 توتال، ماشي، هنوزعها على 4 شهور. أوكي، هاجي برضو هنا في نفس الشرح. هيو نفس الشرح، هيو هيو زي ما انت شايفة، وهنجيب هذا، هيو ماشي، هذا اسمها ايش؟ اسمها خطة دهنية. هنقول 42,000 هنقسمها بالتساوي على نون. قديش نون في السؤال؟ 4. قسم لو سمحتي 42,000 على نونة. اوكي، خليكم معي لو سمحتوا. قسمنا الفترة الزمنية. الآن نفس الشغل على الدفتري، أيوة، بس هذا عنده دائرة، ماشي، هنجيب الدائرة تاعته، أيوة، ماشي. إيش هنسوي؟ هنقول 18,000 تقسيم 4، هذه سهلة، 6,000، لا، 4,500. 4,500. ممتاز. بس أنا قبل ما أروح أرصد فوق بدي أجمع الشكل عشان تلاقيه كتلة واحدة لما تيجي تذاكري إن شاء الله، ما تلاقيش كل سهم في صفحة. أيوه تجميع. طيب الآن هنطلع فوق على الجدول تبعنا. مش انت طلع الشكل كله، انزل، شايفه كيف نزل كله مع بعض. هنطلع فوق الرصد، تقول ان التكاليف الثابته النقديه 10,500، هاي 10,500، هاي 10,500، هاي 10,500، هاي 10,500 لمده 4 شهور. لو كان حلك صح لازم تطلع قديش؟ 42,000 اللي هو احنا ايش قسمناه على 4. تكاليف الدفتريه 4,500، ايوه، لأن حاجة سهلة، عفوا حاجة سهلة إيش جدا، هاي 18,000. المفروض لو جمعتيهم يطلعوا 60,000. جمع الآن بشكل أفقي، 10,500 زائد 4,500 15,000. إذا كل شهر بده مني 15,000 تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة. أوكي؟ واضحة ولا صعبة؟ سهلة، بس عرفنا قديش النسبة وبدنا نحل بس، أو عرفنا قديش في إهلاك فجبنا النقدي وحلينا عليه. فإحنا ممكن نلون هدول، أيوة، قولنا هدول لونهم أخضر، أيوة، وهدول لونهم أزرق، هاي هذاك التوتال مش علاقة بحاجة، أيوة. هيك أسهل لك في التقديم شوية الألوان. واضح يا خوات؟ واضحة ولا صعبة؟
أوكي؟ واضحة يا ميس، واضحة. إن شاء الله تكون بسيط. الآن حننتقل لموازنة التكاليف. تسويقية. سلايد 50، سلايد 50، أيوة. سلايد 50 مش حاكي تعريف. موازنة التسويق، موازنة التكاليف التسويقية. هو ليش مش معرف ولا حاكي حاجة؟ لأنه ما قيل قبل قليل على الإنتاجية نفسه إيش التسويقية. تقسم إلى متغيرة وثابتة. ماشي؟ طيب ناخد إكزامبل. وثابتة. سؤال. واحدة واحدة. خذي بالك، موازنة التكاليف التسويقية تستند إلى إلى موازنة المبيعات. إذا معلومة مهمة بالدولاب، إنه التكاليف التسويقية موازنة ملهاش علاقة بالإنتاج، إلها علاقة بإيش؟ بالمبيعات. حجر أساسها قاعدتها إيش؟ اللي هي المبيعات. واضح؟ بس أشوف وين السؤال رايح. وين السؤال؟ حيو. مبيعات من الدولار زي ما أنت عارفة أيام شبابك، اللي هي الإيراد أيام ما كان عندك شباب. ماشي، شوف مع بعض السؤال. واحد، موازنة التكاليف التسويقية المتغيرة. شوف مع بعض. سؤال، إذا بلغت موازنة مبيعات إحدى الشركات كما يلي. طبعاً هنا يا أخوات لو أعطاك الموازنة بالوحدة ما ينفعش نحل عليها، لازم نحولها لإيش؟ لفلوس. كيف نحولها لفلوس؟ مضوف في السعر، ما شرحنا الكلام هذا قبل هيك. إذا بلغت موازنة مبيعات إحدى الشركات بالدولار كما يلي. طيب كما يلي، ونسبة التكاليف المتغيرة التسويقية، لازم أعطي المعلومة هذه، 3%. احسبي موازنة التكاليف التسويقية المتغيرة. أوكي، شكرا. هاي السؤال. هطلع فوق أجيب الجدول وأغير فيه. هنا هجيب هدول، بس هدول أيوة، لا كلهم، أنا بس هنسخ الجدول وغيره. جوال بس مش عارف ليش صوته واطي. هاي السؤال. أوكي نغير يا قوم، نكتب اللي احنا عايزينه. اول حاجة عندنا الايراد، من الايراد والمبيعات بالدولار، بعدين نسبة التكلفة المتغيرة. ماشي، بعدين موازنة التكاليف التسويقية المتغيرة. بس هذا ليش بدنا شيء، ممكن نحط فيه زمن كله زي ما احنا عايزين. هو قال في السؤال النسبة 3%، ننشرها. خذ بالك 3% مش 3. من وين جايبينها؟ هو حكى بدناش هذا الأخير. طيب الإيراد في السؤال معطينا إياها. أيوة نحذف صف، لأن هاي النسبة 3%. طيب الإيرادات في السؤال 960,000 دولار. شفناها قبل هيك الأرقام هذه. بس هاي الموازنة.
الآن أضربي ضربا مضرحا الإيراد في نسبة التكلفة المتغيرة هي 3%، حيطلع رقم صغنون طبعا، 3% بسيطة. يلا يا أبلة. طيب، إيش الرقم؟ إيش الرقم؟ تسعمية وستين في 3%. 28,800. ممتاز دولار. تانية. 7,200. الأخيرة. بس. إذا كل اللي عملناه جبنا الإيراد ضربناه ضربا مبرحا في نسبة التكلفة المتغيرة التسويقية طلعنا الموازنة فقط بس. النقطة الثانية في السؤال مين؟ تجيب هذه نسخ لصق موازنة التكاليف التسويقية الثالثة. نكتب السؤال بس لحظة عشان ده أحفظ، نسيت هذه أنا، نحفظ المحاضرة قبل شوية بلاش نفقدها ويصير عندي إحباط نعيد كل الشرح على تاني لا سمح الله. هيا هنا نقول عنها عشان انت ما تضيعيش في المحاضرات المصورة. موازنة الأجور والإنتاجية مش الإنتاج. أوكي. نرجع نفس السؤال نشوف إيش حكينا. إيش حكي السؤال؟ بس. نفس الحل اللي شرحه قبل شوية. ثم بعد بقولنا التكاليف الثابتة التسويقية 3,6,102 دولار. طيب السيد إهلاك 9,8,4,6 طبعا دولار لك بالدولار. نون 4 أشهر. طيب احسبي موازنة التكاليف التسويقية. هناك منتجين للشركة، هذه معلومة جديدة في هذا السؤال مش هتكون موجودة كل الأسئلة. كل منتج نصيبه من التكاليف الثابتة التسويقية 50%. احسبي الموازنة لمنتج واحد بس. الموازنة التسويق. هي هذه المعلومة الوحيدة الجديدة. مش شرط تكون موجودة دائما يعني، هي جاية هنا. طيب. طبعا أنا لو جيت هنا جبت هذا الشكل حقدر أفككه ولا حخرب؟ شوف أوكي. أقدر أتحكم هنا أنا. عكينا نو العك. طيب نجيب الشكل هذا نسخ لصق. طيب هاي طبعا هنغير في الأرقام لكن قبل الشكل هجيب الجدول نفسه نقد ودفتر وينه هاي وطلعت بالصدفة نون 4. أوكي نسخ هاي الجدول نقد ودفتري بس الأرقام هتتغير طبعا تسويق مش إنتاج. نزل الحتة هذه تحت شوي.
ماشي نمسكها واحدة واحدة. نفس الشرح، التكاليف الثابتة في السؤال عندنا فوق 36102. ماشي، لكن ايش قال لي؟ قال لي عندك منتجين، ماشي، بدنا لمنتج واحد. قديش نسبتها للمنتج الواحد؟ 50%. يعني قديش هتطلع؟ يساوي 18000. فيها حاجة دي. أيوة 18501. 51. هذا الرقم هو اللي هنشتغل عليه. ماشي، هنيجي هنا نقول قديش الدفتري في السؤال حيساوي. الدفتري في السؤال وين ضاع؟ 4 8 7 4، صح؟ تقسيم 9800. نعملها لحالها هنا بعدين بشبك هاي هنا. نسبة الإهلاك للشركة ككل تساوي اللي هو الإهلاك كله قديش رقمه؟ 9 8 4 6 تقسيم توتال التكاليف الثابتة 3 6 1 0 2. هاي هذه قديش نسبة الإهلاك بناء عليها حنقدر نشتغل. طيب قديش النسبة هذه لو سمحتي؟ تساوي الإهلاك على التكاليف الثابتة 27%. إذا جبت زي ما تو شرحنا نسبة الإهلاك من إجمالي التكاليف الثابتة النقدي والدفتري، طلعت عندنا 27%. ماشي، هنزل لنفس المنتج هنقول 18.51 اللي هو نسبة 50% من التكاليف الثابتة ضرب 27% اللي هي نسبة الإهلاك. إذا كان 27% إهلاك حيكون النقد كام؟ 18051 عفوا ضرب قديش حيكون كام يا جماعة؟ 73 يساوي طلعوا النتائج. طبعا هذا حيتغير شو طبيعي، هذه أرقام سؤال ثاني. مس كيف جبت النقد هيك؟ مش إحنا بنحكي النقد إنه التوتال اللي هي 36102 ناقص 9846 بيطلع عند النقدي؟ عندك كذا طريقة شوي شوي أنت كذا نفسه أنت لو جبت النسبة أو الطرح نفسها. خليكم يا أخوات، الآن إحنا عندنا منتجين، كل منتج من تكاليف التسويق ماخذ 50%، أنا بدي أعمل لمنتج واحد. قلنا التكاليف الثابتة التسويقية اللي هي 36102 ضرب 50% طلع عندي 18051. هذا نصيب المنتج الواحد من التكاليف التسويقية الثابتة، هنقسمها قسمين نقدي ودفتري. طب كيف هنقسمها؟ ايش هي؟ لحظة، رحنا على جنب، قلنا قديش نسبة الإهلاك للشركة ككل؟ عبارة عن رقم الإهلاك اللي موجود في السؤال اللي هو 9846 تقسيم توتال التكاليف الثابتة. طلع عندنا 27%. أنا ليش عملت هيك؟ لأنه عندي منتجين، السؤال اللي قبل شوية تبع تكاليف الإنتاجية كان منتج واحد، حليناه ضلينا ماشيين، هنا منتجين، فبقدرش أطرح، ليش بقدرش أطرح؟ في الحالة هذه عشان منتجين، ماشي؟ 27% إهلاك، إذا حيكون 73% نقدي بالمخ 100%، ماشي. اضربي لو سمحتي 18051 في 27%، شوف قديش بيعطينا. و 18051 في 73%، بسرعة لو سمحت عشان القاعة حتقفل، قديش بيعطينا؟ هنا؟ مس بيعطينا بالنقد 13177.23.
النقد نفسه بالإملاك 4873.77. عشانها أرقام، عشانها فلوس بناخدها بالكسور، هنقول هنا زي ما تعودنا 13.177.23 تقسيم النونة، تقسيم إيش؟ أربعة، تقسيم أربعة، وهنا 4873.77 تقسيم أربعة، نفس الحلقة بشوي، وبناخدهم بنرصدهم 3294، وهنا 1218. حطيلي بسرعة هنا، أكتب 3294 عشان القاعة، 3294 3294 3294. خدي بالك أنا جهلت الكسور، جهلت إيش؟ الكسور. هيطلع الرقم 13177. نيجي هنا 1218 1218 1218 1218 1218 اللي هي 4873، أو هي مقربة 74 تقريبا يا أخوات. هات التوتال العادي، جمعي بشكل أفق وبشكل رأسي، 4512 4512 4512. إذا اللي جديد في هذا السؤال إنه هو أعطانا ماشي إنه عندنا منتجين، كل منتج ماخذ 50%. شفنا قديش بطلع نصيب منتجنا هذا، التكاليف الثابتة، لحظة هنا، لمنتج واحد، واضح؟ وبعدين جبنا على جنب الإهلاك، بقى أنا بدي أجمع الإهلاك مع الشكل بلاش يوقع ولا حاجة. لما عرفنا نسبة الإهلاك نحل السؤال معانا. واضح يا أخوات؟ صعبة؟ ده فك التجميع هنا. طب استنى شوف صار معهم، اوكي هيك صار معهم الاهلاك. اذا هاي الحل زي ما حكينا في السؤال، عندك منتجين 50%، هناك منتجين كل منتج نصيص نصيبه 50%، احسب الموازنة المنتج واحد فقط. حجبنا قديش نصيبه من تكلفة تلت المنتج الواحد، قديش نسبة الاهلاك، واشتغلنا زي ما تعودنا. واضح إن شاء الله؟ في أي سؤال؟ طبعاً المحاضرة هذه ما لها، بدها مراجعة، سهلة على فكرة، المحاضرة بدها، طيب المحاضرة بدها مراجعة بعدين. الآن هنا هنكتب، هنكتب هنا بسم الله الرحمن الرحيم. مراجعة على الموازنات. هيك بنكون خلصنا هذا الشابتر، وهذا آخر حاجة فيه. في موازنات التكاليف الإدارية، نفس الفكرة الإيش التسويقية، اللهم في منها إلزام وفي منها اختيار، نفس الفكرة ونفس الحل. أوكي، في أي سؤال في المحاضرة اليوم؟ أي سؤال في المحاضرة اليوم؟ أي سؤال؟ راجع المحاضرة. يعطيكم العافية، السلام عليكم.